صافي انا دابا عرفتي ان محمد صديق معنينو امين هاي ضيع هضره رجاويه ياك دابا غيبدا اليوم كنتواجدوا في مدينه الدروه بالضبط في مدرسه جون جوريس اللي كتحتفل بالخريجين ديالها الطلبه اللي فازوا بامتياز عاوتاني هذا العام في البكالوريا. هذا الحفل هذا بحضور بزاف ديال الفنانين صحفيين بزاف ديال فعاليات تاع المجتمع المدني. الحمد لله الامور دازت مزيانه وتبارك الله وهنيئا لهذ التلاميذ والتلميذات اللي نجحوا بهذه النقطه العاليه على الصعيد المملكه. وزير الثقافه الا بغى يجمع الناس هادو في شي حفل ما يجمعوش والله ما يجمعوش. سعيد التواجد ديالي في تخرج هذا الفوج اللي كيجيب الاسم ديال الصديق معنينو. الصديق معنينو اللي كنعرفوه كاملين من الصحفيين المتميزين اللي كانوا في واحد الحقبه ودوزوا العهد ديال المرحوم الحسن الثاني ودوز واحد النابغه في الاعلام وفي الاتصال. وانا سعيد التواجد ديالي حداه ووقع لي الكتاب ديالو، يعني هذا شرف ليا. فما يخص المدرسه والحاج اللي تقوم بواحد المجهودات باش دار هذه المدرسه في هذه المنطقه اللي هي الدروه وتعطي واحد الفوج اللي كيتخرج بواحد المعدلات كبيره، كنشوفوا 18 كنشوفوا 19. فكنتمنى من هاد المستثمرين يبداو يستثمروا في التعليم، ولكن التعليم اللي غيعود بالنفع لهاد الساكنه ديال المدن اللي كتفتقد المدارس ديال التعليم. وشكرا على الدعوه. لعظيم الشرف انني كنشوف محمد صديق معنينو امامي هذا الهرم. كنشكروا كذلك الساهرين على مؤسسه جون جوريس اللي منحتنا الفرصه اننا نتلاقاو يعني مجموعه من الاساتذه الصحفيين على راسهم الاستاذ محمد صديق معنينو اللي كيبقى قامه عاليه بزاف في بلادنا، لا من اعلاميا ولا صحفيا ولا ادبيا ولا ذاكره ديال حقب اللي عاشتها مملكتنا المغربية الشريفة. كذلك بغي نشكر الساهرين على هذه المؤسسة على رأسهم الشاب يعني الحاج الجميل اللي وفر هذه الفضاءات وهذه المؤسسات هذه بأعلى مستوى، لا من ناحية يعني المرافق ولا من ناحية اختيار الأساتذة ولا من ناحية التحصيل والتعليم. شيء ممكننا إلا يفرحنا أن يكون في بلادنا بحال هاد المؤسسات هادو. كنبارك ألف مبروك للخريجين على هاد الدفعة هادي، ألف مبروك ليهم إن شاء الله. نشوفوهم وهما كيحققوا الأمانة اللي هما بغاو اللي بغاو ليهم والديهم. كذلك نتمناو الأجيال القادمة كل التوفيق. أولا دائما كنشكروا الحاج إبراهيم وكنرميوش عليك الورد كصديق كأخ. كنشكر اولا مجموعه مدارس جون جوريس على هذا الحفل الجميل والبهيج اللي كيحمل اسم هرم وهامه سامقه وعلامه فارقه في الاعلام المغربي والتاريخ المغربي اللي هو الاستاذ معنينو. وهذا اسم يعني وان دل على شيء فانما يدل على ان المؤسسه كتبغي توصل التلاميذ الناس الناجحين داخل الوطن وخارجه. شكرا الحاج ابراهيم النعناعي، شكرا لجميع الاطقم الاداريه والتربويه والفنيه. مجموعه مدارس جون جوريس استطاعت في ظرف وجيز انها يعني تعتالي منصه التتويج لا داخل مدينه الدروه ولا اقليميا، من خلال النقاط اللي يعني فاجاتني انهم وصلوا ل 18 ونص وهذا شيء يثلج الصدر. شكرا للاباء اللي ضحاوا بالغالي والنفيس من اجل الوليدات ديالهم. وكنقولوا للناس ديال الابتدائي ان شاء الله وديال الاعدادي غادي نجيو ان شاء الله ويطول لنا العمر ونجيو نشوفوكم ان شاء الله متواجدين ونشوفوكم ديزانجينيور واطباء ومحاميين وصحفيين وتحملوا المشعل دابا عند الشباب اللي جاي مستقبل. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد. شكرا.